السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديدة. دونك اول حاجة ان شاء الله غنبداو بها اليوم هي اننا غنمشيو نتغداو. بالنسبة لينا حنا ما كناخذوش تقضية كتير قبل من رمضان وكنخبيوها، دونك كناخذو كميات قليلة، وملي كتكمل عاد كنشريو حاجة اخرى باش ما تبقاش مدة كبيرة في الكونجيلاتور. درجة الحرارة 34 دقري ما شاء الله، 33 دابا، الجو حار جدا، الله يتقبل. في هذا الحر واحد السيد واقف مسكين في الطريق كيبيع هذا الشيء. هذا الصغير ولا الكبير؟ بحال هاد الناس اذا مررتم بهم اشتروا منهم فبيوتهم تسعى للحلال. بالنسبه للفطور غادي يكون سهل بزاف، غادي نبداو بالكفته ان شاء الله. بصل في كوكا ربيع وليقيمه، سلقنا حتى هي البطاطا مع الملحه، غادي نزيدو لها شويه الزيت، الملحه، البزار والربيع. سلقنا الرز، غادي نديرو بهم واحد لاصالات، الرز والطون والمايس والملحه والبزار وشويه المايونيز، حطيناهم على هذا الشكل. المهم الصراحه حنا ما كنقويوش بزاف، ما كنديروش طواجن ولا الحريره في الفطور. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. اول حاجه كنديروها هي اننا كنصبقوا الماء والتمر ونصليو المغرب، عاد كنفطر ان شاء الله. وضروري في لاطاب كنكونوا حاطين شي ديسير. استغفروا تراصوا واعتدلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبي ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم أنت أحق من عبد وأحق
أحق من ذكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت كونا النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآجال، ونسخت الآثار. القلوب إليك مفضية، والسر عندك علانية. والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. والخلق خلقك، والعبد عبدك، والأمر أمرك، وأنت الله لا إله إلا أنت الرؤوف الرحيم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا ما أهمنا. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا يا مولانا في الأولى وفي الأخرى. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما من الشر معصوما، ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا شابا عزبا متعففا إلا زوجته، ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها.
الراشدين. اللهم وفقهم لما فيه ضبط أبصارهم وتحصيل فروجهم. اللهم قهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أطعم جائعهم واشف مريضهم واكس عاريهم وانصر مظلومهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل بلدنا فيديو نال الاعجاب ديالكم. الناس اللي كتشوف قناتي لاول مره ما تنساوش تابونا، ما تبخلوش عينا بلايك، وصيفطوا هذا الفيديو لكاع الناس اللي كتبغيو، كل واحد بغيتو قلبه يرتاح بهذا الدعاء الرائع. بالنسبه للمسجد اللي حضرنا له التراويح كان هو مسجد الحمد، راني ديجا بارطاجيت معكم لادريس ديالو، كاين بالضبط في الدار البيضاء في الفيديوهات اللي قبل. الله يحق لكم الاماني الكبيره والصغيره. كانت معكم ناشرة السعادة، السلام عليكم ورحمة الله.